إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة الوضع الأمني في تعز بعد استهداف مسؤولين في السلطة المحلية. نجا عدد من مسؤولي السلطة المحلية في تعز من محاولة اغتيال وسط المدينة، وقال وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في شارع محمد علي عثمان انفجرت في سيارة قرب موكب تابع له مع مسؤولين في السلطة المحلية، وأضاف أن الموكب يضم أيضا وكيل محافظة تعز رشاد لكحلي ومدير مديرية المظفر. وقال الوكيل المخلافي إن 10 أشخاص أصيبوا جراء الانفجار، بينهم مرافقون وعدد من المارة، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بمعالجتهم. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي الرسائل من وراء استهداف مسؤولي السلطة المحلية في تعز؟ وإلى متى سيظل الانفلات الأمني هو سيد الموقف في المدينة؟ النقاش بعد التقرير. تطور خطير تشهده مدينة تعز، مسرحه شارع محمد علي عثمان وهدفه وكلاء المحافظة. أما الحدث فكان انفجار عبوة ناسفة ألصقت بإحدى العربات المرافقة لموكب الوكيل الأول للمحافظة عبد القوي المخلافي. كنت مع مجموعة من الزملاء والمرافقين، وفي أثناء وصولنا إلى المطعم مباشرة إذا بعبوة انفجرت. هذه العبوة اتضحت أنها عبارة عن عبوة لاصقة ألصقت في طغم كان بجوار السيارة الخاصة بنا، وحصل أن تضرر أكثر من 10 جرحى. هؤلاء الذين كانوا متواجدين منهم معنا ومنهم من هم كانوا متواجدين أمام مجموعة مطاعم، وقد قمت أنا والأخ رشاد الأكحلي بزيارة تفقدية للجرحى ووجهنا بمعالجة جميع الحالات. هذه الحادثة تأتي تتويجا لعمليات الاغتيالات التي انتشرت في المدينة طيلة الأشهر الماضية بعد أن دخل تعز مربع الانفلات الأمني من أوسع أبوابه، فلا يكاد يمر يوم دون أن يسال دم أحدهم على شوارع المدينة وأرصفتها، والفاعل دوما مجهول استقل دراجة نارية ولاذ بالفرار. لا تقف الحادثة عند كونها استهدافا لوكلاء المحافظة فقط، فمن حيث التوقيت فقد أتت بعد تعيين المحافظ الجديد وأدائه لليمين الدستورية وقرب عودته إلى المحافظة، وعلى ما يبدو أن هناك رسالة ما لشخص المحافظ، خصوصا وأن الحادثة هي الأولى من نوعها تقريبا. إذن فالواضح أن تعز أمام مرحلة جديدة مليئة بالتعقيدات وتداخل الأطراف، وربما تتكشف الأوراق وتتصادم المشاريع بالتزامن مع عودة المحافظ الجديد. أهلا بكم إذن من جديد، أبدأ النقاش مع وكيل محافظة تعز المهندس رشاد لكحلي. أهلا بك أستاذ رشاد. بداية الحمد لله على السلامة، هل كنتم هدف مباشر لهذه الحادثة بداية؟ أنا أعتقد أنه يعني بالتشخيص بالشكل هذا يعني لا نقدر نحسبها، لكن أنا أعتقد إذا ما حصل كان مروع يعني ما وش طبيعي، بمعنى أنه كنا داخل المطعم بالسبب داخلين. الخطورة في الأمر أنه كانت الواجهة التي كنا نحن بالغرفة المواجهة للشارع الطاقم كانت واجهة زجاجية موجودة، كان في سيارة بعد الطاقم اللي كان فيها هو الناسفة هي اللي حالت من وقوع الكارثة التي كان ممكن تطال لنا ونحن قاعدين في المطعم. لكن كان الخطر السيارة هي اللي حالت مع تساقط الستار الموجودة والحديد الموجود والزجاج، يعني كانت المسألة بالنسبة لنا هي مسألة ما كانت طبيعية. طيب وفق هذه الرواية البعض ربما حلل وفق هذه الرواية التي تناقلتها وسائل الإعلام بناء على تصريح الوكيل المخلافي أو ما تقوله أنت الآن أنها ربما ليس كانت رسالة، يعني لم يكن الهدف ربما القتل المباشر، ربما كانت رسالة لبعض التخويف بعد يوم من أداء محافظ تعز الجديد اليمين الدستوري أمام الرئيس في الرياض. أنتم كيف تقرؤون هذه الرسائل من هذا الاستهداف؟ كل الاحتمالات واردة، لكن ما يرجح الاحتمال الأرجح أنا أعتقد أنه تم تكليف الجهات الأمنية المختصة فيما يتصل
بعمليات من وراء هذه المسألة وما ترتب عليها. أقصد أنا أنه عمليات أنه نحن نقول والله أنه المقصود كذا هي مسألة توقع، لكن ما هي المعلومة الحقيقية للافتراض أنه نحن نقول أنه من وراء الحادث. لكن أنا أعتقد أنه القضية الموجودة بالجانب الأمني مسألة خطيرة في وضع أمني ما هوش مستقر. لكن انا اقول انه ما كان موجود انا وذهب القوي المخلافي ومدير مديرية المظفر ومستشار معاذ على اللقاء وكان هناك عدد موجود كانت المساله نحن موجودين هناك. بالتالي اقصد انا انه ما هو الدافع. انا ارى وانا اعتقد انه مسؤوليتنا نحن في المحافظه إذا ما أريد لها بينها رسالة للأخ المحافظ بأن تعز في هذا الوضع الأمني، أنا أعتقد المسألة غير صحيحة، لأنه تعز المحافظ قادر يدخل. وأنا أقول إننا فيما يتصل بالملف الأمني معولين على وجود الأخ المحافظ، لأنه معالجة الملف الأمني قد طال وكثر. كلما تم مناقشة الجانب الأمني كلما قفزت مسألة الإمكانيات، كلما قفزت مسألة من المسؤول الجهات الأمنية المسؤولة على الأمن. أنا أعتقد أنه هذه المناقشة أهم. تعز أنا أعتقد أنه هذا الحادث الرغم أنه أنا أعتقد أنا كنت في وسط مع أخينا الوكيل عبد القوي المخلافي، لكن مسؤوليتنا انه تعز تظل مسؤوليتنا في تحقيق الامن. ولا نرد وجه انه تعز لا نقول انه تعز في حاله انهيار ما حصل اليوم، في اختلال امني حصل، في ربما دوافع بشكل اللي قلت عليها، في مسائل كثيره، لكن نحن حريصون على تعز بان لا يكون تعز. كثرت الاقاويل على تعز بانه هذا ليس انهيار امني، مساله الجريمه والمساله الاجتماعيه موجوده، نحن نمشي في الشارع موجودين، الناس متواجدين، نحن رحنا الى المطعم بشكل تلقائي وعادي وفقا للحاله الامنيه التي نراها ونعتقد انها مستتبه. لكن ظهور هذه الاختلالات الموجوده بين فتره وفتره هي التي بحاجه الى معالجه من وراء هذه المسائل التي يفترض ان نقف امامها نحن والجهات الامنيه مسؤوليه كامله عما يحصل من اختلال امني داخل المدينه. بالنظر الى الاسماء الذين كانوا هدف لهذه العمليه من مسؤولي السلطه المحليه وهذا التطور، الى اي حد قد يكون دافع ربما هذه المره لضبط الأمن أكثر لتوفير ما تحتاجه تعز لتحسين الأجهزة الأمنية داخل المدينة اليوم؟ من هو قادر على ضبط الأمن في تعز، وإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ هذا الوضع الأجهزة الأمنية، أنا أقول حاجة، الأجهزة الأمنية عديدة ومتعددة فيما يتصل من مسؤول على الجانب الأمني، لكن زي ما قلت لك إن كل ما طرحنا الجانب الأمني تقفز إلى الأمام مسألة الإمكانيات. أنا أعتقد أن المحافظة في وجود الأخ المحافظ الجديد سوف تترتب فيها جوانب كثيرة ليس الجانب الأمني، الجانب الأمني ربما يأتي في مقدمة ما هي احتياجات المحافظة، احتياجات المحافظة بالمرتبة الأولى لاحتياج الأمني. ما حصل اليوم أنا لا أقلل مما حصل اليوم يا أستاذ، لكن طالما نحن مسلحات على الاقل افتراض انه نحن مستهدفين والكلام هذا موجود، لكن نحن قلنا من مسؤولي السلطه المحليه افتراض الجانب الامني نحن نرفع مستوى الاداء الامني فيما يتصل بالمواجهه الامنيه ايا كان الدافع لمن اراد ان يحدث اليوم هذه المجزره اللي كان يمكن ان تحدث خلال لقائنا في هذا المكان. طيب بما انك ركزت استاذ رشاد على المحافظ الجديد أمين محمود، هل هو يحمل عصا سحرية؟ ما الذي سيختلف الآن بالنسبة لتعز ما بين عهد علي المعمري وأمين محمود؟ أنا أقول إن المحافظ هو قرار يا أستاذ، قرار وإرادة. الأخ علي المعمري مع احترامنا له وراجل محترم وممتاز وعلاقتنا فيه ممتازة، لكن لم يتواجد خلال وجوده داخل المحافظة. الأخ أمين محمود لابد أن يتواجد داخل المحافظة ويكون عارف لكل التفاصيل الموجودة، هو قرار في الأخير. وأنا أقول إن المحافظ على كل القوى السياسية والمجتمعية الموجودة وعلى كل الموجودين داخل المحافظة مساعدة المحافظ الموجود. المحافظ الجديد لا يحمل عصا سحرية، لكن نحن نتوقع أنه يحمل فكرة موجودة في مسألة ما لا تريد تعز خلال المرحلة القادمة. هناك مصفوفة احتياجات موجودة، مصفوفة أعمال،
ومن خلال تواصل الاخر محافظ بعديد من الاطراف، انا اعتقد انه اعطى مؤشر انه يحمل فكره موجوده مطمنه لما يمكن ان يحصل او يحدث فيها بتعد، ونحن موجودين مع المحافظه. الاخ علي المعمري لو كان تواجد داخل المحافظه ونحن حوله متواجدين سوف يساعده، القرار موجود ولا كانت في مشكله. فاقصد انا انه الاخ امين احمد محمود نتمنى له التوفيق، لا يحمل عصا سحريه لكن نريد ان يحمل اراده. طيب انتم ما زلتم انتم كوكلاء ما زلتم موجودين داخل المدينه وتتمنى على المحافظ الجديد ان ياتي بقراره وينضم اليكم داخل المدينه ويمارس مهامه من داخل المدينه، هل تعتقد ان ما حدث اليوم قد يكون دافع للمحافظ الجديد ان يسرع في حضوره الى المدينه، او ربما يكون ما حدث ذريعه ومبرر لبقائه في الرياض وخارج تعز؟ لا، انا اقول انه ما حصل هو ما يعجل بوجود المحافظ، وفي مسألة في غاية الخطورة، في دعاية مغرضة يتناولها كثيرا خاصة في الحوبان وفي إد من جماعة الحوثي بأن تعز منطقة غير أمنة، وهذا الكلام غير صحيح. أنا أعتبر لأن رغم أنه أنا ربما أعتبر أنه ما حصل حادث ربما عارف لكن خطير بأبعاده وما كان يمكن أن يحدثه، لكن لا يتصور أخي المحافظ أو أي أحد خارج المدينة فإن تعز مدينة غير آمنة. أنا أقول إن تعز يا أستاذ تعز ناس منقادين لمسألة الأمن، طيعين لمسألة بناء الدولة المدنية الحديثة، وإذا في إرادة موجودة فأعتقد إنه الناس سوف تنقاد القانون. كل هذا الآن حتى ما يشاع بأنه مجاميع مسلحة ومنتشرة في كل الشوارع هي تابعة للألوية الموجودة داخل المحافظة، ليس هذا خارج الأماكن هذه. أنا أقصد إنه بالقانون بإرادة القانون تستطيع ضبط جوانب الأمنية الموجودة داخل المحافظة، لكن الانفلات اليوم الحاصل نحن وكلاء نمارس دورنا فيما يتصل بالأعمال الموجودة، لكن القرار العسكري والأمني بحاجة إلى قرار سيادي، بمعنى المحافظ هو المسؤول عن القرار عن الجانب الأمني والعسكري فيما يتصل. عندنا 6 ألوية وعندنا 10,000 قوة أمن وعندنا شرطة عسكرية وعندنا قوات خاصة. أنا أعتقد أنه ما تحويه تعز يا أستاذ من الجيش والأمن لدولة تعداد سكانها 20 مليون مو 400 أربعة. طيب جميل، أنا أتمنى عليك البقاء معنا فقط لأنه سينضم إلينا مدير الأمن العميد محمد المحمودي، إذا كان هناك من نقطة يمكن أن تعلق عليها أتمنى أن تبقى معنا. أستاذ رشاد ينضم إلينا من تعز أيضا مدير الأمن، أهلا بك سيادة العميد والمعذرة على التأخير. السلام عليكم ومشاهديك وأيضا شكرا لك ولي تجاوبك بلشك العزيز ونشكره على طرح الموضوع في هذا الموضوع. شكرا لك سيادة العميد. إذا يبدو أن تعز اليوم أمام تطور خطير، لأول مرة تدخل عبوة الناسفة على الخط، كيف تصفون ما حدث اليوم؟ هل بدأت تحقيقاتكم الذي توصلتم إليه؟ أولا يعتبر اليوم مؤشر خطير جدا، وانتقال المربع الأمني من مربع السكون ومربع الاعتداءات البسيطة إلى مربع خطير جدا كنا نحذر منه من قبل، وهذا نتيجه طبيعيه لعدم وجود امكانيات هذا الجهاز. اليوم يجب على جميع الاجهزه الامنيه واجهزات السلطه المحليه وكذلك المحافظه المحافظه ان يتاكدوا بانه يجب وقوف الجاد حول الملف الامني والامكانيات الامنيه في محافظه تعز. يجب الكل وبالذات الاخ المحافظ الجديد امامه تحدي عملاق وهو طرحه برساله منشوره. الملف الامني هو تحدي خطير بالنسبه للمحافظ الجديد وكذلك السلطه المحليه، ولا هناك قياده امنيه هو الوزاره وزاره الداخليه ممثله في الوزير الجديد. نحن لنا فتره الان في تعز وفي عدن عملنا عدد من اللقاءات مع قياده الوزاره في ثلاث التحالف لتنبيههم لخطوره الملف الامني في محافظه تعز، ويجب دعم الامن والملكيه الامنيه لاعاده البناء قبل التحرير الكامل. لانه الان احنا بنعاني من اختلالات امنيه كثيره داخل المدينه، لا يمر اليوم ان هناك اختلال امني. بالنسبه للكادر الامني متواجد داخل مدينه تعز ولكن متواجد دون اي امكانيات حقيقيه او ميزانيات. طيب انتم لطالما تحدثتم عن نقص وعجز ربما في الامكانيات بالنسبه لكم في الاجهزه الامنيه، وكيل المحافظة استمعت إليه قبل قليل يقول أن ما لدى تعز من أفراد في الجيش والمؤسسة الأمنية يكفي لتأمين 20 مليون نسمة.
نعم لدينا عدد كبير ومهول بالنسبة لأعداد الأفراد القوى البشرية، ولكن لا نمتلك شيء لاستيعاب هذه القوة أو تفعيلها. الاستيعاب تريد معسكرات لاستيعابهم، تريد غذاء، تريد مركبات، تريد تسليح، تريد زي عسكري، تريد أشياء كثيرة جدا. نحن لا نمتلك هذه الأشياء، نمتلك قوام كبير جدا من الأفراد نعم، ولكن لا نمتلك الوسيلة لتفعيلها. نحن ننادي عبركم بالنسبة للشرعية، نحن لنا فترة منذ سنتين ونحن نتخاطب مع التحالف، والتحالف يحلنا على الشرعية، الشرعية تحلنا على السلطة المحلية. لم نعرف الملف الأمني من الذي سيساعدنا فيه. تخيل يا أخي، اليوم لدينا سجن مركزي لا يوجد له ميزانية تشغيلية منذ سنتين. نحن بنعاني من شحة الإمكانيات، برغم أننا نرى أن بعض المحافظات لديها إمكانيات كبيرة جدا كبيرة جدا، بالذات بعض المحافظات الجنوبية، ويحدث فيها التفجيرات يوميا. التفجيرات هي موجودة، شيء موجود بحالة الأمن بعد الخروج من حالة الحرب الراهنة والتجاذبات. طيب ما السبب المباشر لحالة الخلل الأمني داخل تعز سيادة العميد؟ سيادة العميد، ما سبب الخلل المباشر للملف الأمني في تعز؟ والله الملف الخلل الأكبر في ملف تعز الأمني هو أن الجهاز الأمني لا يمتلك أي إمكانيات حقيقية لإعادة بناء جهاز دمر تدمير كامل، وبنية التحتية تكاد تكون صفر. أكبر جهاز مدمر في الجمهورية بالكامل هو الجهاز الأمني داخل محافظة تعز، وإذا أتيت أيضا للإمكانيات هو أقل إمكانيات يعطى ضمن المحافظات الأخرى. طيب أنقل هذا التساؤل وأختم به مع وكيل المحافظة الأستاذ رشاد الأكحلي. سيادة الوكيل، لماذا الضعف في هذه الإمكانيات؟ لماذا لا يدعم الجهاز الأمني داخل مدينة تعز من الشرعية والتحالف؟ أستاذ رشاد تسمعني؟ ألو أستاذ رشاد؟ طيب سأعد لك سؤالي، كان يتحدث عن سبب الخلل في الملف الأمني مدير الأمن أنه بسبب النقص في الإمكانيات المتوفرة للأجهزة الأمنية داخل محافظة تعز. لماذا لا يتم دعم الجهاز الأمني في تعز من قبل الشرعية والتحالف؟ لماذا يعني بعد تقريبا 3 سنوات وما زالت هذه المشكلة مستمرة والمعاناة بالنسبة للأجهزة الأمنية داخل المدينة؟ أنا أعتقد أن أنا أعتذر منك وكيل محافظة تعز الأستاذ رشاد الأكحلي على رداءة الصوت، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أعود لمدير الأمن سيادة العميد محمد المحمودي. سيادة العميد، ما الذي توصلتم إليه في حادثة اليوم؟ هل بدأت التحقيقات؟ بدأت التحقيقات، وهذه لأن الجماعة التي لا تريد استقرار الجهاز الأمني أو عودة السلطة المحلية وكذلك استقرار المحافظة، بدأت الآن فعالات داخل الأمن داخل المحافظة. هذه هي رسالة موجهة من محافظة المحافظة وكذلك الأجهزة الأمنية. نحن في عدد لنا فترة ووصلنا إلى تفاهمات جيدة مع الوزير الجديد. الوزير الجديد رجل لديه همة عالية في إعادة بناء الجهاز الأمني، ونعول عليه كثيرا في إعادة بناء الجهاز الأمني. كذلك المحافظ نعول عليه كرجل دولة أنه سيساهم كثيرا في بناء هذا الجهاز. هناك أجندات لبعض الأطراف لا تريد هذا الشيء، ستستبق لقطع الطريق على هذا الشيء، وبدأت بإرسال الرسائل الواضحة بالتفجير اليوم، وهو يعتبر رسالة خطيرة جدا، حيث أنه انتقل العمل التخريبي إلى مستوى عالي من استهداف الأشخاص والشخصيات الفاعلة داخل المحافظة.
طيب نشرك معنا ايضا من تعز المحلل السياسي باسم الحكيمي. اهلا بك استاذ باسم. اهلا بكم اخي الكريم. نبدا ب ما الذي اوصل تعز الى هذا المربع الخطير والانفلات الامني، اغتيالات كل يوم، واليوم ربما كان عدد من مسؤولي السلطه المحليه هدف لهذه العمليه بعبوه ناسفه، وبرايك ايضا كيف يمكن الخروج من حاله التدهور الامني في المدينه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه بتقييم يعني بتقييم موضوعي ودليل يعني للاوضاع التي يعني تطورت في تعز يعني على المستوى الامني، يعني هناك ابعاد امنيه وابعاد سياسيه. الابعاد الامنيه تتمثل في انه الاجهزه الامنيه والمؤسسات داخل المدينه لم يتم تفعيلها من مؤسسات الشرطه والاجهزه الامنيه، ولم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب بحيث تكون قادره على اختطاف اي عمليات تخريبيه ضد المدينه، ويعني وكذلك الخلافات والمباحثات الحزبيه يعني التي يعني بلغت الذروه بين المكونات السياسيه، شاهدت في يعني ساهمت في خلق هذا الواقع الغير مفهوم والخطير بالحقيقه. يعني اسباب سياسيه تتعلق اولا بالمراوحه الحاصله في مدينه تعز، يعني نتكلم عن يعني عدم تحرير المدينه الى الى, إلى هذا الوقت، يعني يرتبط ليس بعدم قدرة المقاومة على حسم المعركة بقدر ما هو قرار سياسي مرتبط بالتحالف، ويعني ساهم في نشوء هذا الوضع، يعني الوضع الخطير والكارثي. لأنه أنا أقول لولا أن هذه المدينة لو لم يكن فيها حائطة صد سياسية وثقافية ودعائم ومرتفع الوعي المرتفع لدى ابنها، هذا كانت قد انخرطت في العمق من وقت مبكر. لكن كل هذه التوادح يعني حالت دون انقرار المدينه الى 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 الى, إلى وضع اخطر مما هو الان. لكن استمرار الوضع يعني اداره المشهد والاجراءات الغير مفروضه ضد هذه المنطقه من قبل صناع القرار، هو قد ربما يهيئ بيئه مواتيه لنشوء يعني لظهور جماعه العنف التي لا تؤمن فكره الدوله، ويعني هذه ستكون تكلفه باهظه كبيره جدا. وبالتالي اليوم اولا يعني حسم الموضوع على مستوى التحالف، تكون هناك اراده صادقه واضحه لدعم المقاومه واستعاده وانهاء الانقلاب. ما بعد يعني انهاء الانقلاب يعني ستبقى القوات الجيش الموجوده، لكن تتحمل مسؤوليه ترتيب الوضع الامني على كافه المستويات وازاله التناقضات. لابد من ازاله التناقضات داخل المؤسسه الامنيه والقوات المقاومه الموجوده في تعز، بمعنى ان التحالف ينبغي ان يكون هناك قيادات عسكريه ومجلس عسكري ضمن كل القوى السياسيه، لا تنحصر مساله دعم المقاومه في تعز يعني يتم بطريقه منفرده كل فصيل يتم دعمه من طرف معين. هذا يعني يؤدي الى ظهور هذه التباينات والى ظهور هذه الخلافات والى ظهور مسألة التصفيات حتى داخل الدوائر السياسية في المدينة. وبالتالي لابد من إزالة التناقضات ولابد من وضع رؤية شاملة وإزالة كل اللبس حول الملف السياسي من قبل التحالف، بمعنى أنه يعني لو رأينا مسألة الدعم العسكري، الدعم العسكري اليوم يتم يعني بشكل غريب وعجيب، يعني هناك فصائل تتلقى دعما عسكريا بمعزل عن القيادات العسكرية وبمعزل عن الأندية العسكرية. بهذه الطريقه هو يؤدي الى 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 تدغيم الوضع والى تازم الوضع والى ظهور كيانات وجماعات مسلحه خارج اطار المؤسسه العسكريه. وبالتالي اليوم لابد ان تتوفر هذه الاراده لدى التحالف ولدى وان تتجاوز الاحزاب السياسيه المماحكات وان تكون صادقه في يعني تعز اليوم دفعت الضريبه على الجميع، تعز اليوم تقاتل وتقاوم على المشروع الوطني. يعني تعز اليوم يعني تقاتل وتقاوم بدون اي اشتراطات، قدمت التضحيات، يعني انا استحق هذه المدينه. يعني طيب ساعد لك استاذ باسم، ساعد لك اذهب للعميد محمد المحمودي اللي اختم معه. سياده العميد، كيف يمكن قراءه مستقبل الوضع الامني في المحافظه بعد هذه التطورات الاخيره، سواء تعيين محافظ جديد او ما حدث اليوم ايضا؟ والله نحن نرى مستقبل الملف الامني بنوع من الثقه والتفاؤل، وذلك بتعيين المحافظ الدكتور امين محمود، وكذلك تعيين المهندس الاخ احمد الميسري كوزير للداخليه. فنحن نرى ونراهن عليهم بان هناك لديهم رؤيه حقيقيه لاخراج مدينه تعز من الفوضى الامنيه، وايضا لديهم اهتمام بالغ من حيث الملف الامني
وكذلك طرحه، ونحن هنا في عدن نطرح هذا الملف على كل القيادات في الحكومة الشرعية وذلك التحالف. يجب وآن الأوان للأمن في تعد أن يكون له وجود حقيقي ودعم حقيقي، لأن مدينة تعد منذ 3 سنين تتعرض للإبادة وتتعرض للحصار، أدى هذا إلى ظهور كثير من الفصائل المسلحة، أدى إلى كثير من ظهور الاختلالات الأمنية في ظل اختفاء الجهاز السابق. ولكن اليوم يجب على الحكومة الشرعية أن تعيد اهتماماته، جدول اهتماماته، الجدول الأساسي وعلى رأس هذه الاهتمامات يجب يكون الملف الأمني في تعد أو في المحافظات المحررة. الجهاز الأمني وإعادة الأمن هو من سيجعل الحكومة الشرعية تنضبط في أدائها، من ستساعد الوزارات الأخرى والمؤسسات الأخرى أن تكون موجودة على أرض الواقع. الأمن يعتبر العمود الفقري للحكومة الشرعية وإعادة البناء بعد الحرب وبعد الفوضى التي تركتها هذه الحرب. عدونا خطير جدا، عدونا سينتقل إلى المرحلة الثانية وهي نشر الفوضى عندما يأس من اختراق المدن وعسكريا، الآن ينتقل إلى الملف الآخر وهو اختراق الأمن واشتعال المشاكل الأمنية وكذلك خلق بيئة حاضنة لبعض التنظيمات المتطرفة. يجب أن نكون له بالمرصاد، يجب أن تكون هناك برؤية واضحة لدى الحكومة ولدى الوزارة وكذلك لدى المحافظة والسلطة المحلية في تعز لإعادة ترتيب مفردات البناء الصحيح. أشكرك جدا. يجب أن نعيد ترتيب هذه المفردات وبشكل صحيح وبشكل يختصر الوقت ويساعد في عودة الحياة والمؤسسات إلى الوجود. شكرا جزيلا لك العميد محمد المحمودي مدير الأمن في تعز. أعود للأستاذ باسم. أستاذ باسم، تأثيرات الانقسام والتباين الذي أشرت إليه في المدينة، وباعتقادك لماذا كل هذه المغامرة والمقامرة واللعب بالنار من قبل التحالف والشرعية بالملف الأمني داخل تعز؟ يعني هناك أسباب كثيرة وهناك أهداف وهناك رؤى لكل يعني التناقض ربما موجود داخل التحالف نفسه. يعني هناك من يرى أن تعز يعني هي الصمغ اللاصق بين الشمال والجنوب، وبالتالي تحرير هذه المحافظة لما لها من ثقل سياسي واجتماعي وسيمثل إرباك ربما لبعض المشاريع في الجنوب، وبالتالي بقاء هذه المدينة يعني هذه المدينة مشغولة بذاتها وزيادة الخلافات بين المكونات الفاعلة يعني فيها، فيمثل هامش امان للاطراف التي ربما تسعى الى ترتيب الجنوب بصيغه معينه، وبالتالي هم يدركون هذا العنف المهم تعز يعني على مستوى لان تعز هي مستقر البيان وهي 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 الماطور الحركه الوطنيه، وحتى منذ ثوره 60 الجنوب يعني كان الرافد الوطني لثوره طيب. أنا مضطر لشكرك أستاذ باسم الحكيمي المحلل السياسي من تعز، شكرا جزيلا لك وشكر لضيوفنا. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد. في أمان الله.